بعد أن أطفئت شمعة العلم والحضارة في دمشق، وضعفت شعلة العلم والحضارة في مصر نتيجة محاربة الإيمان الحقيقي، بعد ذلك توجهت نفوس وعقول الشباب الواعي المستنير ونظر في حاجة العالم الإسلامي كله وبلاد الشام على وجه الخصوص، نظر في حاجتهم وبدأت فكرة إنشاء هذه الجامعة، جامعة الزهراء، سميناها جامعة الزهراء، والزهراء مؤنث الأزهر، معروف الجامعة الأزهر أو الجامعة الأزهرية. يقوم بالتدريس في هذه الجامعة نخبة من الأساتذة المعروفين المشهورين سوريين وعرب، تدريس باللغة العربية. التدريس باللغة العربية أولا هي لخدمة الطلاب السوريين الذين لم تتح لهم ظروف إكمال دراستهم الجامعية داخل سوريا، فموجود عدد كبير منهم في تركيا، ولهذا أقيمت هذه الجامعة في هذا العام الدراسي 2014-2015 في مدينة عنتاب. يمكن أن يكون لها مستقبلا فروع في مدن أخرى، ويمكن أن تنقل مستقبلا بحسب الظروف إلى داخل سوريا إن شاء الله. سيقبل في هذه في الجامعة إن شاء الله هذا العام ما لا يزيد عن 450 طالبا. عملية القبول طبعا الطلبات تقدم إلى إدارة الجامعة وبحسب العلامات، الأول فالأول، يعني العلامة الأعلى فالأدنى وهكذا. تقبل جامعة الزهراء 3 أنواع من الطلبة: طلبة مستجدين حملت الشهادة الثانوية، وطلبة منقطعين عن الدراسة بسنوات مختلفة وفق اختصاصات الجامعة، وأيضا تسعى الجامعة جاهدة لقبول طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في اختصاصات الدراسات الإسلامية والتربية والاقتصاد والمعلوماتية. بالنسبة لآلة التدريس، الدوام إجباري بالنسبة للطلبة، لازم يحقق الطالب أكثر من 80% من نسبة الدوام حتى يتقدم للامتحانات النهائية. قاعاتنا تتسع فقط من 25 إلى 30 طالب، هذا ما يعطي أهمية للطريقة التدريسية وأهمية لاستيعاب الطالب. يوجد عندنا مكان مخصص للذكور، هو مركز الرئيسي للجامعة ويتسع أكثر من 500 طالب، وهناك مكان آخر للإناث بالتدريس بشكل منفصل، الإناث بمكان والذكور بمكان. هناك خطة طموحة للجامعة لافتتاح مجموعة من الكليات التي يتطلبها سوق العمل في سوريا، بالإضافة إلى هناك موازنة للرغبات التي يرغبها الطلاب في الاختصاصات في هذه الجامعة. والحقيقة نحن بداية بدأنا في 4 كليات، هي كلية الدراسات الإسلامية وكلية التربية وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وكلية الهندسة المعلوماتية. حقيقة أننا وصلنا إلى جملة من التفاهمات واتفاقيات مع جامعات عالمية ستضع بصمتها في هذه الجامعة. من هذه الجامعات: الجامعة الإسلامية الماليزية، الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية، والجامعة الأفريقية العالمية في السودان.